الو. ايوه علي، انا اسف اني كلمتك في وقت زي ده. اسف على ايه؟ انا ما كنتش عايز اللي حصل ده يحصل، بس انت اللي غلطت يا علي. هو ايه اللي حصل؟ الضابط اللي جالك ده كان امره سهل، كان شغال في امن الدوله وفي شبهات حواليه انه عزب واحد وموته، وكان سهل ان اهدده بالزله دي، لكن اللي حصل بعد كده انا ما كنتش عايزه يحصل. اللي هو ايه يعني؟ عملت ايه في الضابط؟ مش الضابط يا علي، مش الضابط. انت لما مشيت ورا سواق التاكسي وكلمت الضابط وما التزمتش بالاتفاق اللي بينا، في حاجه خارجه عن ارادتي حصلت. حصل ايه اثر؟ في واحد هيقتلك يا علي. يقتل مين؟ انت بتقول ايه؟ هو كمان بياخد اوامر وما يقدرش يخالفها، في خلال 24 ساعه بالظبط من دلوقتي لو ما قدرتش توقفه هيقتلك يا علي. هو مين ده؟ انت ما تعرفوش، بس هو يعرفك كويس قوي. روح له يا علي، كلمه، روح له في اسرع وقت وحاول توصل له قبل ما يوصل لك، لانه اول ما يشوفك هيقتلك. ليه؟ ليه ما انا عملت كل اللي انت عايزه؟ اسمعني يا علي، مفيش وقت، انا هبعت لك عنوانه في رساله، واعمل اللي انت شايفه صح يا علي. سلام.